السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناه شي اسيه من محل شي اسيه. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ودوزتوا هاد العواشر مزيان وتكون الصحه ديالكم مزيانه. كنسلم عليكم كاملين وكنوجه لكم تحيه فيما كنتوا. تبارك الله عليكم البنات، كنشكركم بزاف على الميساجات ديالكم، التفاعل ديالكم مع كاع الفيديوهات. وكنتمنى ان السيدات اللي استفدوا معنا انهم تكون عجبتهم السلعه. اليوم غتكون فيديو بناء على طلب ديالكم خاصه بلي زاكسيسوار، غيكونوا فيها غير لي زاكسيسوار وغيكون فيها جديد ولا طوندونس فيهم وغيدوزوا باثمنه زوينه بزاف. تبعونا حتى الاخر، خليو لينا جيم، ديروا لنا كومونتير ومرحبا بكم فيما كنتوا البنات. اول حاجه غادي نبدا لكم بها هي السميطات، شي حاجه زوينه بزاف كاليتي الاولى افيك بواتي، شي حاجه خطيره بزاف. هادشي كله غنوريكم دابا، غيبقى لكم 99 درهم فقط ولكن راه فيه الكميه جد محدوده. غادي نبارطاجي معكم لي مارك ولي موديل اللي كاينين. كيف ما قلت لكم هاد لا فيديو غتكون 100% اكسسوار، شي حاجه فنه بزاف كيجي على هاد الشكل هذا. فهاد لي بيغل هادو فنه بزاف، لا مارك غنيه عن تعريف، كتجي كلها نوار في نوار. كاين هاد الموديل الاول اللي وريتكم دابا، غادي نوريكم بزاف ديال لي مارك. لا مارك امكا موديل زوين بزاف، غنحاول انا نوريه لكم البنات باش تشوفوا الموديلات بالضبط كيفاش داير، يعني اللوين ديالها كيفاش داير الشكل ديالها من الداخل. شوفوا معايا كيفاش كيجي، كيجي في هذا الموتيف هذا، كاليتي واعره بزاف البنات. صراحه انا ولا عندي نظر مختلف على لي سانتور، كيقادوا اللبسه بزاف صراحه فنين، وكيجيو بالبواتي ديالهم رائعين بزاف البنات. ثمن 99 درهم فقط ومازال ما ساليناش. وهذه راه دو فاس، كتلبس هكا على لامبريمي اولا كتلبس على البلاصه اللي سامبل، كتجي مارون هكا سامبل، كتجي انيقه بزاف. يعني يمكن لكم دوروا غير هاد الاكسسوار اللي كاين فيها من هنايا وكتجي انيقه بزاف اللبسه. بقاو معايا البنات، مازال كاينين الموديلات. كاين هاد الموديل هذا، لا ماركه هي البنات زعما نقول الاسم ديالها، دائما افيك بواتي، كاليتي غزاله بزاف. باش عجبتني هاد الموديل هذا، كيجي فيه الاكسسوار ديالو، كيجي بواحد لا غارنيتور فيها واحد لا كولور، ماشي شي حاجه اللي مدرحه، فن بزاف. شوفوا معايا كتجي زوينه بزاف، مخدومه بواحد الطريقه رائعه، تفاصيل خطيره، كاليتي كتبان شي حاجه واعره بزاف. كتجي كلها نوار والثمن 99 درهم. دائما اللي عجبها البنات شي موديل تحاول انها دير كابتور ديكرون، دائما في الموديلات شي حاجه واعره بزاف البنات. هذا الموديل هذا اللي كيجي حتى هو نوار وسامبل، ها هو من هذا الشكل كيجي ارجنتي، كنتمنى انه يكون باين لكم البنات. ها نتوما شفتوا كيجي ارجنتي على هذا الشكل هذا، شي حاجه واعره بزاف. قبل ما ندوز السميطات غنوريكم جوج سكان في هذا لامارك. ها هو الموديل الاول، شي حاجه واعره بزاف، راه فيهم غير قطعه قطعه، غادي نوريكم غير 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 فيه الموديل الكبير يعني جوج القطع البنات. ثمن 380 درهم جوج القطع اللي كاينين فقط. نكمل لكم دابا في سانتور البنات، كاين هذا الموديل هذا، الا بغيتوا شي حاجه اللي كبيره كاين هذا لامارك. ها نتوما هانتوما البنات، السمطه اللي كتجي يعني السيدات اللي كيبغيو هادي تكون كتبان، كتبان انها عريضه. هانتوما نحلها لكم البنات باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. كيجي الموديل عريض، سميطات البنات لاكاليتي راها الاولى، كلهم مطبوعين رائعين، وكيجي سمطه على هاد الشكل هذا، لا ماك غنيه عن التعريف، ودائما 98 درهم البنات. هوسه ما تفلتوهاش، ومازال كاينين لي زارتي. وكاين هاد لا ماك هادي فيها الموديل اللي كيجي كله نوار. هانتوما البنات كتجي كلها نوار، كيجيو فيها لي موتيف من هنايا غزاله بزاف، يعني كلهم بالتفاصيل ديالهم، راه كيجيو بلاوس ديالهم سيرتيفيكاسيون، يعني الموديل تفاصيل خطيره بزاف. ثمن 99 درهم فقط البنات ومازال ما ساليناش. كاينه السمطه اللي دارت ضجه ولكن صراحه انيقه بزاف ديال هاد لامارك هادي، هي راه كاينه البنات. السيدات يسولوا على سي كيجي فيها دو فاس، كيجي فيها هنايا سامبل وكيجي فيها لامبريمي، خطيره بزاف كلها مطبوعه وكتجي زوينه بزاف الهزه، كتجي افيك بواتي والثمن ديالها 99 درهم فقط البنات. ومن لي سانتور غادي ندوز لكم النضيدرات، مازال بزاف غنوريكم لي زاكسيسوار اليوم، هادشي فيديو تحت الشعار لي زاكسيسوار انيقين اللي كيقادوا اللبسه فغيمون، كيقادوها كيردوها زوينه بزاف. انا شخصيا من لي فان ديال لي زاكسيسوار حيت كيردوا اللبسه زوينه بزاف، كيبدلوها كليا. اول ماركه نبدا لكم بها هي هادي افيك بواتي، دائما لا سيرتيفيكاسيون، دائما التفاصيل اللي كيكونوا مع لا كاليتي الاولى. ودابا غنوريكم الموديل، موديل زوين بزاف صراحه، انا شفته حمقني، وغنوريه لكم البنات وخلوا لي الراي ديالكم على لي موديل اللي كنحاولوا اننا نجيبو لكم، واش كيعجبكم ولا لا. شوفوا معايا التفاصيل كيفاش دايرين، خطير خطير خطير، موديل واعر بزاف، كيجي كله نوار في لي ديغرادي
وفيه العقيق من هنا ومن هنا، كيجي رائع رائع بزاف البنات، كيجي تخي سامبل، فيه هاد لاطوش من الجنب ومن هنا ومن هنا، عطاته واحد الرونق غزال، وكيجي نواغ نواغ في الجنيبات، كيجي كله نواغ رائع بزاف البنات، فن كاليتي واعره بزاف البنات، والثمن 160 درهم فقط. كاين فيه هاد البينيس هادو من الجنيبات، شفتو يعني فيه دي ديتاي خطيرين. كنتمنى ان التصوير يوريكم يبين لكم لا كولور بالضبط ديال الموديلات اللي كنحاول انني نبارطاجي معكم. هذا الموديل اللي وريتكم دابا غنوريكم لا كولور الثانيه في نفس لا مارك، دائما في لا ميم مارك فيها واحد لا كولور اخرى اللي كيجي مارون كلير بزاف، داك المارون اللي كيجي بارد كيجي زوين بزاف، كيبان بحال ترونسبارون، فن بزاف البنات. كيجي الدوره ديالو على هذا الشكل هذا، كيدير تري تري سامبل، وكيجي عريض من الجنب، وفيه هذا الموتيف هذا من هنايا بالدوري، كيجي رائع بزاف وتري تري سامبل، وثمن 160 درهم فقط، ومازال كاينين الموديلات. ومن لا مارك السابقه غندوز لكم لهذ لا مارك هذه بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، دائما افيك بواتي، تشكيلات خطيرين بزاف. موديل هذا الموديل دار البوز وحماقوا عليه السيدات صراحه، الموديل خطير، جبنا فيه دي كولور اخرين. غنوريكم دابا الموديل اللي كنهضر عليه، لا مارك كتجي هكا، كيجي يعني دائما نص فاصل البنات، غير ما كنبغيش نطول عليكم بزاف. ومن الداخل غنوريكم الموديل كيفاش كيجي، وريناكم فيه دوطخ كولور، جبنا فيه واحد لا كولور غزاله، شي حاجه رائعه بزاف. هانتوما البنات الموديل كيجي فن، فيه واحد الفيغ او خطير في الجنب، غنحل لكم مزيان باش تشوفوا الموديل كيفاش كيجي. شوفوا معايا البنات كيجي كله نواغ رائع جدا، شي حاجه فنه. كيجي فيه الدوغي من الجنيبات والفيغ او من هنا، حتى من الداخل راه كيجي فيه الفيغ او، صراحه كيجي غزال بزاف، كيجي انيق بزاف في اللبسه، فن فن صراحه زوين. وثمن 160 درهم، وما كاينش هاد لا كولور، مازال كاينين لي كولور البنات، غنحاول انني بارطاجيهم معكم. دائما في نفس الموديل لا كولور مبدله، ودائما افيك بواتي بنفس التفاصيل البنات، راه غير جبت الموديل باش نوريكم لي كولور الاخرين. الموديل اللي كيجي كله مارون، ها نتوما البنات كيجي فيه زوين هاد الديزاين هذا في الجنيبات، عطاه واحد الجماليه غزاله بزاف. شفتوا الموديل كيفاش كيجي، كيجي رائع بزاف البنات، كيجي مارون مع الدوغي فن بزاف، و160 درهم فقط. كاين فيه حتى هاد لا كولور هادي، ها نتوما البنات كيجي فيها البيض في الجنيبات، وفي المزاجه كتبان ديكغادي، من هنا كيبان بحال داك الغوز بيبي، ومن الفوق كيبان مارون، عطاه واحد الجماليه زوينه بهاد الدوغي هذا من الجناب يعني ديال لا مارك، فن بزاف، كيجي كله مطبوع وزوين، بيض من الجنيبات حتى من الداخل راه بيض، موديل انيق بزاف و 860 درهم فقط. ودابا غادي ندوزو للموديل الجديد في لي لونيت، شي حاجه اسبانيه لا مارك لويبي، غنيه عن التعريف، شي حاجه زوينه بزاف. غنوريكم دابا الموديل ديال لا مارك ديال هاد لا مارك كيفاش داير، كيف ما قلت لكم اصل اسباني، خطير خطير خطير. غنوريكم الديزاين ديالو كيفاش داير، جديد اللي جا للمحل اخر ما كاين، كيجي واعر. شوفوا لا كوب كيفاش دايره، لا كوب غزاله، كيجي فيها داك الديك غادي فن بزاف، هنا راه بحال مايل حتى للبيض، من نوع غادي البيض خطير بزاف، فيه هاد اللوغو ديالهم هنا من الجنيف بالدوغي، واعر بزاف البنات. وكيجي من الجنب على هاد الشكل هذا، كيجي عريض وكيجي فيه الدوغي من هنايا، شي حاجه رائعه بزاف. الموديل كيجي على هاد الشكل هذا فن بزاف، فيه جوج ديال لي كولور، فين هاد في هذا اللي وريتكم دابا، ونوريكم لا كولور الاخر. وفيها حتى المارون اللي كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي ديكغادي على هاد الشكل هذا. كنتمنى ان التصوير يبين لكم لي كولور بالضبط كيفاش دايرين، حيت هما واحد ديكغادي خطير، مخدومين بواحد الطريقه فنه بزاف البنات، رائع بزاف. شوفوا معايا، كنتمنى انه يكون باين لكم مزيان لا كولور ديالو كيفاش دايره، بداك الدوغي بدوك التفاصيل الدقيقه الرائعه ديال الموديل، من الجنيب بحال لا كولور الاخرى يعني نفس التفاصيل، كيجي عريض من هنايا، وفيه هاد الموتيف هذا بالدوغي كيجي عريض هنا في الجنيه. وثمن دائما كيف ما عودناكم الثمن في المتناول البنات 160 درهم فقط، كاليتي واعره بزاف ديال برا، و 160 درهم فقط. ومن المكانات غادي ندوز لكم لي شال اللي كتسولوا عليهم بزاف البنات، لي شال اللي عندهم اللمس الحريري الرائعين ديال لي مارك، اللي كيجيو مطبوعين وفيهم شكيلات غزالين بزاف. اول حاجه بديت لكم به هو الازدهار، هذا اللوين هذا منعش، كيبان رائع بزاف، لوينات خطيره، لا مارك غنيه عن التعريف، راه كيجي كله مطبوع بالاسم ديال لا مارك. هانتوما البنات زعما نذكر الاسم ديالها، فن بزاف البنات، كاليتي واعره بزاف، ملمس ديالو رطب بزاف، رطب بزاف غزال، في واحد الملمس رائع، كيجي رائع بزاف اللبسه، كيجي انيق بزاف، كيجي زوين بزاف البنات، كيجيو فيه هاد لي موتيف هادو، يعني موديل خطير خطير خطير. الثمن ديالو 99 درهم فقط، وما كاينش غير هذا، كاين مازال موديلات اخرين، كاين اخرين، بقاو معايا البنات غنوريكم لي مارك اللي كاينين دابا.
يلاه جاو شي حاجه واعره بزاف البنات. انا يلاه كنحل فيهم الجديد اللي جا المحل. انا غنجبدهم لكم كاملين وغنوريكم كاع لي موديل. يعني بالنسبه للسيدات اللي بعاد على المحل كنوجه لهم تحيه كاملين فين ما كانوا. غنحاول انني نصور لكم موديل بموديل باش تشوفوا كاع الموديلات اللي كاينين المحل اللي كاينين معانا. ومرحبا بكم في ما كنت البنات. شوفوا معايا لا كولور كيفاش كتجي، دائما نفس الملمس، كاليتي واعره بزاف البنات. التوب ديالو خطير بزاف، ها نتوما البنات لا ماركه هي ديال هذا الموديل. هذا شفتوا موديل زوين بزاف البنات، كيجي رائع بزاف في اللبسه. دائما الثمن 99 درهم فقط، وما كاينش غير هذا، مازال كاينين الموديل. كاين هذا الموديل حتى هو البنات، غادي نجيب لكم دابا هانتوما البنات الموديل. كنتمنى ان لي كولور ديالو يكونوا باينين ليكم. تبارك الله فيه واحد المزيج ديال اللوينات خطير بزاف، فن بزاف. لا ماركه هي البنات، لا ماركه حتى هي راه غنيه عن التعريف. هانتوما البنات لا ماركه زوينه بزاف، موديل حريري، ملمس رطب بزاف. لي مارك لي شارج ديال لي مارك كاليتي واعره بزاف البنات. ثمن 99 درهم فقط، وما كاينش غير هذا الشيء، مازال كاينين لي موديل. راه تبارك الله كاينين موديلات بزاف، تبارك الله راه غادي نبرعوكم اليوم بالموديلات. ودائما في الشيلان ديال لي مارك اللي عندهم الملمس حريري شي حاجه رائعه بزاف. كاين هاد لاكولور شوفوا معايا الفخامه كيفاش دايره، لون واعر بزاف، ميلونج خطير. هاد لي ميلونج ديال لي كولور ما كيضرش في العين، حيت كل لون جمع اخوه، كيجيو بحال شي خوت في شال واحد. واحد الملمس رائع بزاف، تيستي خطير، شي حاجه زوينه بزاف. كاليتي الاولى البنات، ملمس حريري ديال لي مارك، دي مارك غنيين عن التعريف، دي مارك رائعين، كاليتي رائعه بزاف، توب زوين بزاف، والثمن 99 درهم فقط، ومازال كاينين اللوينات. كاين هاد لاكولوغ هادي هانتوما البنات، دائما في لا ميم مارك كاين هاد لاكولوغ هادي البنات. تبارك الله لي مارك راهم مختلفين، اللوينات حتى هما مختلفين. شوفوا معايا هاد الروعه كيفاش دايره، شوفوا معايا الروعه كيفاش دايره هانتوما، واعر واعر. دائما في لا ميم مارك البيج مع النوار ميلونج زوين بزاف، يعني تبارك الله العين ما كترتاح ملي كتشوف كترتاح ملي كتشوف جماليه، يعني اللوين كيجي مع اللون، ماشي شي حاجه اللي مشعشعه ولا مدرحه ولا، يعني كل تنسيق متناغم في لي كولور خطير، بلا كاليتي زوينه وب 99 درهم فقط البنات ديال لي مارك. ومازال كاينين اللوينات اليوم تبارك الله، غادي نبرعوكم لي زاكسيسوار، نبرعوكم شيلان، نبرعوكم البنات. مازال كاين الجديد ومازال كاين الجوكه، دائما البنات كاين الجديد. تقريبا نفس الموديل لا كولور مبدله، هذا كيجي فيه البيج واعر بزاف البنات، كيجي معاه النوار فن بزاف البنات، زوين بزاف. يعني الحاجه الوحيده اللي ما زويناش هي ان فيهم الكميه محدوده، يعني السيدات اللي عجبهم اي موديل يتواصلوا معنا ان شاء الله غنحاولوا اننا نوفروا لهم اي موديل عجبهم. وكنتمنى ان كل سيده عجبها شي موديل تستافد من الموديل اللي عجبهم، من اللوين اللي عشقت لها خاطرها ان شاء الله يصلح حتى لعندها وبالثمن اللي عجبها. يعني 99 درهم فقط، غيبقى لكم هذه الروعه كامله البنات. ونبقاو دائما في لي شال، شال خيط خفيف كاليتي زوينه بزاف ديال البرد، ماشي داك الخيط اللي غادي يسخن بزاف وغيعرقك، بالعكس الشال ديال لي مارك اللي كيجي واحد فيه واحد الخيط خفيف بزاف، واحد الملمس خطير فيها البنات. يعني صراحه كنهضر فيه عن تجربه، كنهضر على هاد الشال هذا عن تجربه، ماشي داك الخيط اللي كيتحبب، يعني كاين واحد الخيط خايب بزاف كيتحبب. هذا لا كاليتي واعره بزاف، شي حاجه زوينه بزاف، لا مارك غنيه عن التعريف. يعني دائما ديال لي مارك كنا وريناكم موديلات ديال امكا، دابا جات لهم الجديد لا مارك هي، شي حاجه زوينه بزاف، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو خفافين بزاف، والثمن 120 درهم البنات، هوتا غير 120 درهم ما تفلتوهاش. ومازال كاينين بزاف ديال لي مارك اخرين، غنوريكم الموديلات، نحاول انني نوريهم لكم. ديك المره كنت درت واحد لا فيديو تعذر عليا الوقت انني نحلهم لكم كاملين، دابا غنحاول انني نوريكم الموديل كامل كيفاش كيجي. لا مارك ديال هذا امكا، لا مارك غنيه عن التعريف، كيجي الموديل بالبيج، دائما الخيط الحريري، ملمس رائع بزاف، كيجي مخفق وخفيف بزاف. انا كدابا كنحرك فيه وكيجيني خفيف بزاف في يدي، 820 درهم فقط البنات. مازال كاينين موديلات اخرين، ها نتوما البنات تبارك الله كاينين لي موديل. هانتوما كاين هذا الموديل هذا ديال هاد لا مارك، هانتوما كيفاش كيجي، شوفوا معايا البنات الموديل كيفاش كيجي، كيجي على هذا الشكل هذا، راه شال ماشي فولا، جنيب راه كيجي فيه هاد النوار هذا من الجنيبات، شفتوا البنات هانتوما من الجنيب كيفاش كيجي، كيجي على هذا الشكل هذا. لا مارك حتى هي غنيه عن التعريف، كنقلب لكم على الطبعه ديالها فين كاينه باش نوريها لكم، يعني بلا ما نذكر لكم الاسم ديالها. ها هي فين مخبيه، ها هي البنات، شوفوا معايا الموديل كيفاش كيجي. هذه لا مارك، الموديل كيجي رائع بزاف، ثمن 120 درهم فقط، ومازال كاينين اللوينات. كاين في لا مارك امكا هذا الموديل اللي كيجي كري، شفتوا
دائما الخيط اللي كيجي خفيف بزاف، وكاين حتى البوردو اللي كيجي حتى هو رائع بزاف، كيجي فيه واحد الملمس غزال بزاف. كاليتي الاولى خيط حريري والثمن 120 درهم فقط. ودابا البنات غادي ندوزو لي مونط، وماشي اي ساعات يدويه. اليوم كاين لا طوندونس، اليوم كاين اخر ما كاين في المكانات. غتعرفوني علاش كنهضر ملي غنوريكم لي موديل. اول موديل غنهضر عليه هو هاد لا مارك هادي اللي كيجي بهاد البواتي هذا، وغنوريكم الموديلات كيفاش دايرين. موديلات خطيرين البنات، غتعرفوني علاش كنهضر. اول موديل اللي هو هذا ديال الحضور مفركس، موديل كيزغرت كيغني كيهضر، موديل خطير بزاف، دوغي دوغي واعر بزاف البنات، في الارقام عاديين. فهاد لا فيديو غنشرح لكم الارقام غتعرفوا علاش، حيت هاد لا مارك هادي ابدعت وخرجت لنا الجديد فيها. الجديد فيها غنوريه لكم دابا البنات. خرجت لنا الارقام العاديين كيف ما كتعرفوهم. الموديل اللي خرجت فيه الارقام العاديه كيجي على هذا الشكل هذا، شوفوا معايا التفاصيل ديالو. كيجي شويه رقيق، كيجي ديال الحضور ديال الخريجات، انيق بزاف، مفركس واعر بزاف، كيقاد الايد كيفركسها كيبينها. يعني واعر، يعني ما قالوا عليه اكسسوار حتى اكسسوار، نيت كيهضر وكيغوت كيف ما كنقولوا. الثمن ديالو 240 درهم فقط البنات، محل شي اسيا ولكن كميه محدوده. اول موديل هو هذا. ثاني موديل اللي غنهضر عليه هو هذا الموديل هذا. هضرت لكم على الارقام ديالو، كيف ما قلت لكم البنات لا مارك ابدعت وخرجت لنا الارقام باللغه العربيه الفصحى الرائعه ديالنا اللي كنعتز بها. ارقام رائعين بزاف، عطاو واحد المنظر واعر بزاف، كيبانوا تري تري سامبل، كيبانوا رائعين بزاف، كيبان شي حاجه جديده ما غتلقايهاش فيما مشيتي، ما غتلقايهاش مدرحه. غتلبسيها انتيا فقط، وغتلبسيها غير ب 240 درهم فقط، وبلا بواتي ديالها وبلا كاليتي الواعره ديالها، والطابلو الدوغي وفيها الطابلو في البيض، شي حاجه فن بزاف. كتجي على هذا الشكل هذا انتم البنات، كتجي فيها الدوغي وكتجي رقيقه، نفس التفاصيل فيهم بجوج. الفرق هو لا كولور ديال الطابلو، وهاد الارقام بغيتكم تركزوا لي على هاد الارقام هادو البنات اللي كيجيو باللغه العربيه، اللي ابدعت هاد لا مارك انها خرجت لنا فيهم هاد الارقام. علاش لا، وحنا كنعتزوا بهاد الارقام اللي ما كنلقاوهمش فيما مشينا، اللي فنين بزاف وكيجيو واعرين بزاف، كيجيو داك الخط العربي الاصيل كيبان واعر بزاف في لامونت. خليوا لي الراي ديالكم، حنا اليوم جبنا لكم الجديد فيها، مازال ما ساليناش، القادم اروع البنات. ومازال وفي الموديلات ديال الحضور، وفي الموديلات ديال الحضور المفركسين الزوينين كاين هذا الموديل هذا. يعني التميز ديالو على الموديل الاخر هو فيهم الارقام بالرومانيه. حنا جبنا لكم دابا اليوم الجديد، حنا عندنا من الارقام الفرنسيه الارقام العربيه، دابا الارقام الرومانيه اللي كيجيو على هذا الشكل هذا. هذا اللوين هذا اللي هو رقم 6 كيجيو فيه حتى هو لي بيرل، كيجي مفركس حتى هو، كيتفركس عليهم من الداخل، من داخل ديال الطابلو. جا صراحه واعر الموديل، جا غزال بزاف. نوريكم الفرق ما بينه دغيا، ما بينه الموديل اللي وريتكم دابا، باش تشوفوا الفرق. هانتوما البنات الفرق ما بينه وما بين الموديل اللي وريتكم دابا، شفتوا الفرق؟ ونكمل لكم دابا مع الموديل. شفتوا كيفاش كيجي كله، كيجيو فيه هاد العقيقات غزالين بزاف في البيض، كيجي مفركس كيف ما قلت لكم دائما افيك بواتي. ثمن 240 درهم فقط، ومازال موديلات. كاين مصغر، هانت بغيتي شي حاجه مفركسه غير هي لا طاي صغير، وراه حتى هي كاينه. كاين هذا عريض وهذا رقي ووقع عليه، كيجي حتى هو مفركس وكيجي زوين، كيجي حتى هو مفركس وكيجي حتى هو غزال بزاف. غير هذا صغير وهذا عريض عليه، كيجي رائع رائع بزاف في الهزه، حتى هو كيجي فن. يعني السيدات اللي كيبغيو الموديل يجي صغير واللي كيبغيو يجي عريض، يعني كاينين جميع اختيارات راهم متوفرين. ثمن 240 درهم، كاليتي واعره بزاف ديال برا. انا نرجع لكم لي زارتيكل كاملين اللي هضرت لكم عليهم دابا في هذا الفيديو ديال هاد لا مارك هادي، كلهم واعرين يعني بالميزات ديالهم كاملين كاملين الجديده البنات، وكاليتي واعره، اسي انوكسيدابل، مفركسين فني، لا مارك غنيه عن تعريف، وثمن 240 درهم فقط البنات. ودائما مع الجديد ودائما مع المكانات. اخر ما كاين في هذا الموديل هذا ديال هاد لا مارك هادي، لا مارك بلغاري غنيه عن التعريف، لا مارك رائعه. خرجت لنا موديل رائع بزاف، انا صراحه حمقني وقيسته في يدي. خليوا لي الراي ديالكم البنات كيفاش جا ملبوس، جا رائع، انا حمقني صراحه. موديل زوين زوين بزاف البنات. كاين في الطابلو فيه جوج ديال اللوينات، كاين اللي كيجي الطابلو ديالو في الفير وكاين اللي كيجي الطابلو ديالو في البيض. غنشرح لكم من هنا الموديل كيفاش كيجي، كيجي لارجونتي وكيجي على هذا الشكل هذا، راه ما كيجيش عريض بزاف كيف ما كتشوفوا معايا، راه ماشي عريض، شفتوا؟ وفيه هاد لي بيرل هادو من الجنيبات، جا زوين بزاف.
الموديل راه غني عن التعريف، لا ماركه اللوغو ديالها هو هذا، صراحه ابدعت وخرجت لنا اروع ما كاين في هذا الموديل هذا اللي زوين بزاف بزاف البنات، ومازال كاينين في موديلات اخرين، شي حاجه زوينه بزاف راقيه تري تري كلاس واعر بزاف، وهذه راه لا كاليتي الاولى ديالو مكانه كنحس بها ثقيله بزاف في يد البنات، كاليتي ديالها واعره بلا كاليتي الاولى. شاركت معكم غير الهميزات كاينين عندي في المحل، لا كاليتي الاولى الثمن ديالها 350 درهم فقط. الموديل راه كيجي 100 بواط، السيدات اللي بغاو لا بواط في الموديل يتواصل معنا حتى هي راه متوفره، نقدروا نوفروها لهم الا بغاو لا بواط. سينو هذا الموديل هذا كما قلت لكم البنات راه هميزه فريمون، هميزه في الهاي كوبي ديالو ب 350 درهم، ولكن راه هميزات يعني اللي كيقول هميزه كيقول معاها حبات قلال 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 بزاف، اللي عجبها شي موديل تحاول انها تواصل معنا. غنخليو لكم الرقم على الشاشه، السيدات اللي كيجيو للمحل كنوجه لكم تحيه كاملين، السيدات اللي بعاد والسيدات اللي قراب كنسلم عليكم كاملين، راني تلاقيت معكم في المحل وكنتلاقى معكم كنهضر معكم في لي كومونتير وفي الواتساب. كنشكركم بزاف البنات على التفاعل ديالكم ولي ميساج زوينين ديالكم، وكنشكركم بزاف على الدعيوات. جاو السيدات دابا تلاقيت معاهم في المحل، والله العظيم الا راكم اطيب خلق الله، تبارك الله عليكم والحمد لله على هذه المعرفه الزوينه ديالكم. رجعوا عندنا للمحل وتعرفنا عليهم وان شاء الله نتعرف عليكم كاملين معرفه طيبه. كيف ما قلت لكم البنات هميزه جوج هميزات، كاينين هميزات اخرين غنوريهم لكم في هذا الفيديو. 350 درهم فقط هاي كوبي لا مارك بلغاري لا توندونس، اخر ما كاين في هذا لا مارك، كاين فيه دوره واحده. السيدات اللي متبعين لا توندونس وعارفين لا توندونس وعارفين هذا الموديل راه غادي يعرفوني علاش كنهضر، دوره واحده 350 درهم، وكاينين دورات اخرين غتعرفوني علاش كنهضر، غنوريكم الموديل. وبهذا الدوره العجيبه ديال لا مونتر صراحه واعره بزاف، موديل راقي 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 تري تري كلاس جديد في هذه لا مارك، هذه رائعه بزاف بالدوري وبالارجنتي، هميزه ديال الهاي كوبي ديالها 450 درهم فقط. البنات بارطاجيو بارطاجيو لا فيديو، بارطاجيو هذه الهميزات اللي كنشارك معكم، اللي كتحماق على هذا الموديل هذا، اللي كتبغي وكتعشق لا مود ولا طوندونس راه غتلقى عندنا في هذا لا فيديو في محل شي اسيه. مرحبا بكم فيما كنتوا البنات، الروعه الروعه والاناقه، ومازال كاين الخير البنات تبارك الله. شوفوا التفاصيل كيفاش دايره، شوفوا الدوره منين غاديه ها نتوما البنات، شوفوا شوفوا واحد الروعه واعره واعره واعره، هي غدا غدا وكتكبر غدا وكتكبر حتى كتوصل يعني الاصل ديال لا مونتر اللي كتجي على هذا الشكل هذا بلا كاليتي الروعه ديالها 450 درهم فقط. كاين هذا وكاين هذا الروعه اللي كيجيو فيها جوج ديال الدورات، كنشرح لكم انا بالدورات يعني الموديل كيجي مختلف، كيجي على هذا الشكل هذا ها نتوما البنات، كيجي على هذا الشكل هذا، شوفوا الراس ديال هذا كيجي كيجي الطابلو ديالها في النوار، كيجي فيه هذاك اللون بحال البرونز مع لارجونتي، والدوره غادا من هنايا البنات انا متبعه معاها من هنا من هنا غادا وكتكبر حتى وصلت لهنايا، الروعه البنات مفركس رائع كيبان راقي بزاف في اليد، لا توندونس اخر ما كاين في هذا لا مارك ب 450 درهم فقط، هميزه البنات. بالنسبه للسيدات اللي بغاو لا بواط يتواصلوا معنا نقدروا نوفروها لهم، كيف ما قلت لكم البنات لا توندونس هاي كوبي 450 درهم فقط ليكم نتوما فقط.